فرص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟ اعتقد ان فرص الاهلي كبيره رغم ان تراجع المستوى، ان المنافس الاوحد والابرز له في البطوله كلها سان داونز. احنا شفنا تراجع مستوى الوداد، الترجي مش على المستوى المطلوب، بيراميدز لسه ما عندوش الخبرات الافريقيه انه يقدر ينافس على البطوله. فيعني ابرز المنافسين دلوقتي اللي موجودين في البطوله كلها سان داونز. يمكن يعني لقاءات الاهلي مع سان داونز بتحمل الكثير من الذكريات، يعني الذكريات السيئه للجماهير، وسان داونز هل اصبح عقده للاهلي؟ هو انا مصطلح العقده ده مش انا شايف ان هو مبقاش يعني مصطلح صحيح بالنسبه للكوره. الاهلي قبل 2019 كان متفوق تاريخيا، قبل الماتشين بتوع الدوري الافريقي كان متفوق تاريخيا على سان داونز. دلوقتي الغلبه بفرق ماتش واحد لصالح سان داونز، لكن اللي عمل المسمى ده ان هو خساره الاهلي 5-0 من سان داونز و5-2، ده اللي عمل المسمى مصطلح العقده. غير ان سان داونز الفريق الوحيد اللي قدر يلاعب الاهلي ويتفوق عليه من فرق القاره في السنين اللي فاتت. فده اللي خلى مصطلح العقده، لكن انا شايف ان الاهلي لو استعادوا مستوى الموسم الماضي هيقدر يكسب سان داونز. يعني كان كلام كتير بيتقال ان سان داونز اصلي مش فريق بطولات، هو فريق يعمل قلق في الملعب، بيضايقك، يقفل عليك، ولكن هو مش فريق بطولات. حصد سان داونز اللقب الدوري الافريقي، شايف ان ده غير منظوم الفرق في افريقيا ليه؟ اكيد طبعا، لان وقدم مستوى قوي في الحقيقه في هو البطوله واستحقها. خلينا نتفق بس ان سان داونز بيضم عناصر مميزه وعناصر من افضل لعيبه في الكره السمراء. سان داونز مع قدر يعالج الاخطاء اللي وقع فيها في السنين اللي فاتت اللي كانت سبب في ضياع البطولات، قدر يتعامل مع المباريات بشكل عملي. يعني احنا شفنا النهائي الدوري الافريقي بينه وبين الوداد، شفنا ازاي مدرب سان داونز قدر يتعامل مع الوداد واسلوب لعب شمال افريقيا، وده اللي شفناه في نهايه المباراه وقدر يحافظ على الفوز. انا شايف ان سان داونز من الفرق اللي هي فعلا بتهدد مستقبل انديه شمال افريقيا خلال الفتره هو اللي مشروع جايه. وشايفين المشروع بيكبر في الحقيقه، مشروع مستمر من سنين، من ايام ما كان موسيماني موجود، وان هو نجح ان هو يقودهم بالفوز بدوري ابطال افريقيا 2016 والسوبر الافريقي كمان. لكن اعتقد ان الفتره اللي جايه هو سان داونز هو الخطر الاكبر على انديه شمال افريقيا، زي ما احنا شفنا في قبل كده فترات كان مازيمبي هو الخطر، وشفنا فترات تانية ان انيمبا النيجيري كان هو الخطر. يعني كل فتره بيطلع فريق من سواء غرب افريقيا او جنوب افريقيا بيهدد انديه شمال افريقيا.